طيب معنا اتصال هاتفي أيضا أحمد من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أحمد. وعليكم السلام. عليكم ورحمة حياك الله. الله تفضل سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي الشيخ مساء الخير، معكم ابنكم أحمد الله. من الجزائر، ثبتكم الله وختم لكم بالحسنى. حياكم سيدي، نرجو بيان، نرجو منك بيانا بخصوص العقائد، لأن بعض المشايخ يقولون الإثبات في المعنى لا يرفع الإثبات في الكيف، لا يرفع. صح سيدي صح. طيب نعاود الاتصال بالأخ إن شاء الله. شيخنا المقولة عندكم الإثبات. نعم. طيب معنا نعم. شرحه أولا إن شاء الله. طلب الأخ السالم قبل هذا دعاء له، نسأل الله أن يفرج همه وينفس كربه، وأن يفرج عن أهلنا في ليبيا، وأن يؤلف على الحق قلوبهم، وأن يحقن دماءهم، ويجمع كلمتهم على الحق والدين. آمين. الأخ أحمد من الجزائر ذكر بعض الخلاف في الأمور العقدية في جزئيات. لا بد أن نبين أن أصول العقائد هي أركان الإيمان الستة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فمن آمن بذلك واقتنع به قناعة لا تتزحزح فهو المؤمن، ولو لم يعرف شيئا من هذه التفاصيل الأخرى ولو مات وهو لا يعرف إلا هذه الأمور الستة كان من أهل الجنة. وهذه الأمور الأخرى العقدية لا بد أن نعرف تفريقا بين جانبين، الجانب العقدي الذي يلزم كل مسلم معرفته وهو هذه الأمور الستة، والجانب الآخر هو علم من العلوم وتخصص من التخصصات الشرعية، فيه الظنيات والقطعيات، وفيه الخلافيات، وفيه ما لا خلاف فيه بين أهل السنة، وفيه الخلاف مع أهل الأهواء، وفيه ما فيه خلاف بين أهل السنة أنفسهم. فمن ذلك ما سأل عنه، فإن القرآن والسنة جاءت فيهما نصوص صحيحة فيها إثبات أمور لله سبحانه وتعالى، وأشياء مثل إثبات الوجه والعين واليدين والقدم والساق والرجل والأصابع والشخص، وهذه ثبتت بها النصوص ولا يستطيع مسلم إنكارها ولا تكذيبها، ومن كذب بشيء منها كفر، لأنها صريحة بالنصوص إلا إذا كان جاهلها، فمنها ما ليس معلوما من الدين بالضرورة. وهذه الناس فيها على الناس المقصود بهم أهل السنة على أربعة مذاهب. المذهب الأول هو مذهب السلف، وهو الإيمان بها والتصديق بأنها حق وعدم البحث فيها، وأن يكون تفسيرها قراءتها فقط. تقول الرحمن على العرش استوى، وأن تقول لما خلقت بيدي، وأن تقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن تقول ولتصنع على عيني، وتؤمن بأن ذلك حق لا ريب فيه ولا شك، وأنت مقتنع به، وأنه كمال لله جل جلاله، وأنه متصف بكل كمال، وأن كل نقص عليه محال. هذا هو مذهب السلف الأولين، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، لم يروى عنهم أي كلام في تفسير ذلك ولا شرحه ولا تأويله ولا أي أمر يتعلق به. أما المذهب الثاني فهو مذهب الحنابلة وأهل الحديث، وهو أن تثبت هذه على أنها صفات لله، أن يثبت أن الوجه صفة لله، وأن العين صفة لله، وأن اليد صفة لله، أن اليدين صفة لله، وأن القدم والرجل والساق والشخص أنها صفات لله جل جلاله. وهذا اجتهاد، لأنهم قالوا إما أن تكون أبعاضا، وهذا ممنوع لأنه مقتضي للتجسيم، والتجسيم محال على الله لأنه مقتضي للتحيز. فالله جل جلاله مستحيل أن يتصف بصفات المخلوقين، فهو لا يشبه المخلوقين ولا يشبهونه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك قالوا هذه ليست أبعاضا ولا أجزاء، فنحن عرفناها في المخلوق على أنها أبعاض وأجزاء، فالمخلوق له عين وله وجه وله يد وله ساق وله قدم وله أصابع إلى آخره، وهي أبعاض بالنسبة للمخلوق الذي يتبعض ويتجزأ، وهو من عالم الشهادة المعروف.
أما ربنا جل جلاله فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا يمكن تصوره كتصورات المخلوقين، ولا يمكن أن يشبه بشيء من خلقه جل جلاله، فلذلك هي في حقه وصف كمال فجعلها صفاته. وهذا اجتهاد منهم لم يرد فيه نص، وإنما هو اجتهاد، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها صفات، ولم يرد ذلك عن أحد من الصحابة الكرام ولا عن أحد من التابعين. القول الثالث هو مذهب المفوضة، وهم الذين قالوا نؤمن بأن ما قاله الله حق وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم صدق، ونفوض معنى هذه الأمور إلى الله جل جلاله، كما أن الأولين فوضوا كيفياتها، فالجميع متفقون على تفويض الكيف، فيعلمون أن الله تعالى استوى على عرشه، لكن لا يبحثون عن كيفية الاستواء، لأنهم يعلمون أنهم لا تدركه عقولهم ولا يمكن أن يصلوا إليه بأفهامهم، ويؤمنون ويوقنون بأن الله جل جلاله ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله، لكن لا يبحثون عن كيف ذلك، ويعلمون أن عقولهم لن تصل إليه ولن تعرفه بحال من الأحوال، فلذلك لا يبحثون بالكيفيات. أما هؤلاء فيجعلون أيضا معنى هذه مثل الكيفيات، يجعلونها من المتشابه الذي يحال العلم فيه إلى الله. فأهل السنة يقولون في كل ما لا يعلمون الله أعلم به، فيحيلون العلم إلى الله فيما لا يعلمون، كما ذكر ذلك الطحاوي في عقيدته. طيب، وهؤلاء قالوا الأولون كانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك يقولون معلوم، كما قال مالك في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب سوء أخرجوه عني. فيقولون هم كان ذلك معلوما عند أولئك عندما كانوا جميعا ناطقين بالعربية، وأما اليوم فالذي يسأل عن ذلك في الغالب ليس من الناطقين بالعربية، فكل الموجودين الآن يقرؤون أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب وأن المضاف إليه مجرور، وبذلك ليسوا من الناطقين بالعربية على وجه السليقة، فاحتاجوا إلى أن يشرح لهم مثل هذه الأمور. أما هذه العقائد فنسكت عنها ونقول آمنا بها، فآمنا أن الله أن الرحمن على العرش استوى، وآمنا بقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وآمنا بقوله تعالى: ولتصنع على عيني، وآمنا بقوله تعالى: لما خلقت بيدي، إلى غير ذلك من النصوص سواء في القرآن أو في السنة الصحيحة. جميل جدا. ولكن لا نبحث في معانيها، بل نقول الله أعلم بمراده بها. جميل، هذه الخلاصة يعني ربما هذا مذهب المفوضة. سنأتي إلى بقية. المذهب الرابع هو مذهب المؤولة، التأويل الخاص، وهو ليس مثل التأويل العام الذي هو مذهب الحنابلة وأهل الحديث، وهو أن يؤولوها بأنها صفات. المذهب الرابع هو تأويل كل نص من هذه النصوص بما يناسبه: تأويل العين بالبصر، وتأويل الوجه بالذات، وتأويل اليد بالقدرة، وتأويل هكذا. هذا النوع هو تأويل خصوصي، وهو كذلك اجتهاد لبعض أهل السنة، وفيه جسارة أكثر من المذاهب الأخرى. ولذلك الأسلم ولإخواني السامعين جميعا هو المذهب الأول الذي ليس فيه بحث ولا تكلف، وفيه إقرار وإمرار وعدم بحث في المعاني، كما قال أحمد بن حنبل: تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى. وتبقى المذاهب الثلاثة الأخرى، وهي مذهب الحنابلة ومذهب المفوضة ومذهب المؤولة، كلها من مذاهب أهل السنة. وليس معنى ذلك أنها جميعا صواب ولا صحيحة، فكثير من الناس إذا سمعوا أن مذهب ما من مذاهب أهل السنة ظنوا أننا نصحح ذلك المذهب، وهذا فهم خاطئ غالط بالكلية. فنحن الآن نعلم أنه في الفقه مذاهب أهل السنة، وأن مذهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة من مذاهب أهل السنة، لكن ليس معنى ذلك أنها جميعا صواب، لو كان ذلك لما اختلفت، وهي مختلفة فيما بينها. جميل. فلذلك لا بد أن نعرف أن إذا قلنا إن هذا المذهب من مذاهب أهل السنة فليس معنى ذلك أننا نصححه، بل معنى ذلك أنه ليس أهله من أهل الأهواء والبدع، وإنما هم قوم صدقوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، واختلفوا عندما فرضت عليهم الظروف شرحه وبيانه، اختلفوا في ذلك. وهنا تنبيه للمشاهدين والمشاهدات، ومنهم الأخ الكريم من الجزائر، أن ترجمة معاني القرآن الآن عمت بها البلوى في مختلف اللغات، فكثرت الترجمات في مختلف لغات العالم، وهذه الترجمة لا بد
أن تفرض عليك أحد هذه المذاهب، لأنك إما إذا وصلت إلى قوله تعالى الرحمن وعلى العرش استوى، فلا بد أن تترجمها مثلا بالفرنسية أو بالإنجليزية أو بالصينية أو بأي لغة أخرى، وإذا ترجمتها فستجد نفسك مكرها على أحد هذه المذاهب، إما تأويل أن تشرحها بما أو أن تصل إلى ما هو محذور أصلا، وهو إثبات الجارحة أو إثبات التحيز، اي نعم. وذلك ممنوع بحق الله جل جلاله. طيب، جميل جدا. عالم العقائد ربما وعلم العقائد يحتاج إلى كثير من التفصيل ويعني المتابعة، خاصة في حلقاتكم شيخنا. علنا يكون هناك أسئلة في العقائد أيضا في قادم الأيام.